فضوها بسرعه يلا. ما بدي ما فيها ولا غلط يا ابني. العمى بعيونهم مو مخلين شي مو مهربينه. سيدي في سياره جاي من بعيد. يلا يا ابني روح اطلع نزل معهم لحتى اشوف شو قصتها. حاضر سيدي. تعال جواد. شو معك حبيب؟ كم كيلو كعك؟ حليب؟ في شوية بحليب وشوية بسمسم. أعطيني وراك شوي. يا رب. تمام. يسر الله معك. يسر الله. يلا تشو ما في حدا بالبيت سيدي. وينين؟ أبصر سيدي أخذين ثيابهم معهم. اخلعوا لي هاك الباب وجيبوا لي كل اللي جوا. يلا حاضر سيدي بسرعه كوني شباب. والله ما بعرف يا سيدي. بدك تعرف والا بقص لك لسانك. ليش حبيبي وليش ما دخلنا نحن؟ سدي بوزك وليه؟ سدي بوزك. وين بو رباح؟ قبل ما تطلع خناقك. تخيلك يا سيدي ليش عم تضربني؟ اقسم بالله العظيم ما بعرف وينه. من بعد حجة السيارة واخذوا اغراضه وطلعوا ما بعرف لوين راحوا يا سيدي. تخيلك مين بيعرف؟ دخلك يا سيدي دخلك. مين بيعرف؟ أبو عناس شوف بس الهونداي طلع من الشوارع معه. وين بيته؟ آخر الحارة يا سيدي آخر الحارة. جيبوه الحقوني. قوم على حيلك ولك دخلك. لا قوم على حيلك. دخلك حرك. دخلك يا سيدي. يلا شوفي سيدي. وين وديت بو رباح امبارحة؟ مين ابو رباح؟ مين بو رباح؟ هلق بدي نشط لك زكاة. لمين هالهوندا؟ الي سيدي. دخيلك يا سيدي. وطارق سيدي كسروا له السيارة. يلا تشوف. لا لا يا سيدي يا سيدي انا بو سيدي كل شيء يا سيدي. دخيلك يا سيدي باب رزقي يا سيدي دخيلك. باب رزقك ها؟ باب رزقك؟ وين بربا؟ بوزيكا تبو بوزيكا. ودي رجوع انت وياها وابدي اسمع ولا صوت احسن ما دعوش كنت دعوشي. يلا تشوف بحكي سيدي بحكي. بس والله ابو رباح يبهدلني بينتقم مني. بس حيجي وقفوا خلاص. سيارتك احنا بنصلحها وانت بحمايتي يعني اللي بقرب منا بعدني. ماشي سيدي ماشي. وين سكر؟ التضامن سيدي. جيبوه والكل على السياره. سيدي بترجاك تبقى بالسيارة بجوز يصير تبادل اطلاق نار.
تروح. وقف عندك كلك. انتو. تعالوا. ولا حركة ولا حركة. ولا حركة. كالجو. سيدي ألقينا القبض عليه. وين الكاميرا؟ لك يا ويلكم من الله. الكاميرا بدكم فيه؟ لك اتركوه. شو بدي اسمع ولا صوت؟ يلا تشوف. اخترجوا هيك وانتم ما بدي اسمع ولا نفس. فوتوا. قلي تشوف وين الكاميرا؟ وين الكاميرا؟ قبل ما أعمل فيك وبولادك مثل اللي عملتوه فيك. بدرج الكوميدي للفؤاني. وطارق بدرج الكوميدي للفؤاني في كاميرا، جيبها وتعال. حاضر سيدي. تفضل سيدي. والفيلم اللي فيها هو نفسه يعني ما حمضته؟ ما لحقت. ما لحقت ها؟ ما لحقت. ما لحقت يا ابن الكلب. ما لحقت يا واطر. ما لحقت يا كلب يا ابن الحرام يا واطر. ما لحقت. ما لحقتك يا كلب. ولا موت في ايدي يا كلب. سيدي بترجاك تهدى، راح يموت بين ايديك سيدي. الله يوفقك. يقولي الكل قوم كل على السيارات يا ابو طارق. قل لي على السيارات يا ابني بسرعه. ليش لهلا ما نمتي؟ يا ترى شو مخبيتن الايام الجايه؟ يا حبيبتي وكلي الله ونامي. بكره الصبح منفيق منشرب قهوه منحكي. ما عم بحسن نام، حاسه انه اهلي بخطر. انا ما عاد هامني شيء، بس المهم امي واخواتي. بتعرفي قبل ما نروح نبلغ عن طلال كنت أحس إنك عم تبالغي بخوفك منه، بس أنا هلأ صرت خاف أكتر منك. أنا ما عم بفهم كيف شقفت مهرفي يعمل كل هالشغلات وما حدا يحاسبه. أنا عن جد ما عم بفهم. حتى تعرفي قديش عانيت بالفترة الماضية. سماح هلأ هو شو ممكن يساوي؟ أنا كتير خايفة. وأنا مثلك، بس بتعرفي لسه الدنيا ما خربت، أكيد في ناس لسه فيهم خير. أنا حاسة إني خربت، والناس اللي فيها خير ما عاد قادرة تعمل شيء. وكلي الله وخلينا ننام، رح يطلع الضوء. جواد أبطال، الحقيقة أبطال، اللي عملتوه امبارح ما راح خليه يمر هيك، ولازم تتكافئ أنت وكنعان عليه.
يا اخي غريب انت. حدا بيكون رايح يتكافأ او بيكون شكله هيك؟ كنعان يستر عرضك على عني. العمى على القصة العمى. لك بدل ما ننداس بالصرامي رح نتكافأ. لك ليش ننداس بالصرامي يا اخي؟ انت مكبر الموضوع وعاطيه اكبر من حجمه. انا ما عم صدق اني اشتركت بهيك ندالة وحقارة وطعوب. هلا لا تعمل لي فيها شريف ومثالي. كان فيك ما تدخل بهالقصة من الاول. بس هلا ما عاد بيطلع لك تحكي هذا الحكي بنوب. معك حق. انا هلا نزلت بالطين ومشي لحالي. بعدين فيك ما تاخذ نصيبك. بتتركني بالطين لحالي. ها؟ لك انا فرط لي اياها. ولا بقى تسمني حكي جرايد. يا زلمة انت واحد غريب. لك انا ولا انت؟ حبيبي بس تحط الميتين ألف بجيبتك ما بقى تسأل على كل هالكلام. بدي وطحين. الله يوفقك يا سيدي. يلي بنعرف عنه قلنا لك اياها. كل انا وميلي اعطيته لي اياها ما التقفني. يا سيدي هذا ابو طحين واحد سرسري وما له. يوم بينام عندي بالبيت ويوم بينام بالمحل بسوق الحراميه وبالسجن لما يكون عامل له شيء مشكله. الحكي بيجيب نتيجه. بدي اياها يعني بدي اياها. عسكري مور سيدي. بعت لي ابو طارق. يستر عرضك يا سيدي. يستر عرضك والله قلنا لك كل شيء بنعرفه. يستر عرضك يا سيدي. والله بلا علاقة. الله وكيلي بلا علاقة. والله والله ده خليك تندموا على اليوم اللي ولدتوا فيه. الله وكيلك يا سيدي. ما بعرف اول ما شفته فيها وقتها يا سيدي. وقت شو ها؟ وقت شو؟ وقت كاترتوا علي ولاد الكلب. وقت كاترتوا علي يا ولاد الكلب. كاترتوا علي يا ولاد الكلب. ها؟ العمى طلع ضابط؟ يا اخي انا ما بحب الضباط. انا اختصاصي رقباء مساعدين، بس ضباط مو شغلتي. هالمرة ما مثل كل مرة يا ابو طحين، الشرطة كسرت الدنيا امبارح. يا اخي والله مو مبين عليك. ابو رباح قال لي شرطي وبدنا نأدبه، ما قال لي ضابط، ابن الحرام، لا جاب لي سيرة ضابط ولا جاب لي سيرة مقدم. وهلا شو بدك تساوي؟ مالي عرفان. أخي بس يلقطوني يبوسوني. يا أبو طحين لو تشوف الضابط شو عمل امبارح بالمخيم بالتضامن بالسوق كان عرفت شو مخبي لك إذا مسكك. لك أنا اللي مجنني إنه ولا واحد من اللي قبله حكى شو صار معه ولا استرجى يقول شو صار إلا هاد مو فارقة معه. سيدي لا تنسى ان المهمه اللي طالعين لها مش من اختصاصنا وبجوز تزعج السلطات هناك. في شيء ماله من اختصاصنا. معك حق سيدي بس يعني خلصنا يا ابو طارق. خلصنا بقى نفذ وما تعترض. الله يسامحك يا سيدي مش اعتراض يعني هي مجرد استفسارات. سيدي بدي اسالك سؤال وبصراحه خايف من ردة فعلك. انت بتخاف مني؟ بدك الصراحة سيدي؟ بالأول لا، أما هلق يعني يبدو ما بعرف الأمور اختلفت. لازم الناس تخاف منك يا أبو طارق. صحيح سيدي يعني الخوف مطلوب بس مش لكل الناس. شو يعني؟ يعني بيظل في ناس بتحبك ولازم ما يخافوا منك. كيف بدك تعرف الناس اللي بتحبك يا أبو طارق؟ لا يا سيدي يعني المسألة مش كيمياء واضحة. هلقشيني من الواضحة تبعك. قل لي شو كان بدك تسأل؟ راح أحكي بكل صراحة سيدي يعني أنت بالأول ما كنت هيك. شو اللي غيرك؟ إيه سيادة العقيد هذا الموضوع بدي إياه منك. بس يا سيد طلال بأي تهمة بدنا نلقي القبض عليها؟ شغلة مو سهلة أبدا. إيه سيدي دبر لها قصة وقت بدك ما بتعجز. مو ست عجز بس احتجاز حرية مواطن
مسؤولية فيها خربان بيت. إذا خيلك إلا لا تقول لي هذا الحكي تبع مواطن وحريات وهذا الكلام الكبير اللي ما بفهمه. أنا كل شي بدي إياه أنها تفوت على السجن، كيف ما بعرف، المهم أنها تتربى. طيب أعطيني مهلة لشوف شو ممكن أعمل. الموضوع يا سيد طلال أبداً مو سهل. وينك سيادة العقيد؟ بحب ذكرك إنه في أمور كتير ما كانت سهلة وزبطناها. بعتقد ما في داعي للتهديد. لا حبيبي لا، أنا ما عم هدد، استغفر الله، أنا بس هيك عم ذكرك. بس لاي طريقة أكيد رح لبيك، لأني أنا بحبك. إيه بعرف 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 إنك بتحبني وبتعشقني وبتموت فيني. طيب هلأ بتوصيني بشي؟ إيه كلياني هريسة. شو؟ ولك عم بمزح معك. إيه شو ما بينمزح مع الشرطة يعني؟ لا لا بينمزح. يلا يلا الله معك. إن شاء الله. خير إن شاء الله. شوفي ولد، شوفي شوفي يا عمي. كيفك يا عادل؟ ما تضرب امي يا كلب، ما تضرب امي. هلا بدي اطلع كل فرق السنوات الماضيه. وطارق حطوا على الساحه، وبعد بالساعه بدي كل اهل الضيعه يكونوا بالساحه هوليكي. يلا تشو بسرعه. لا تعيب علي، لا تعيب علي، انت امي. انا محترمك لاني قد امي، بس بطلتي مره ثانيه رح ازعجك. تزعجني فوق بتتخيلي. وين حطوا العادي؟ ما قلق برحته. فيكي تروحي تتفرجي. لك احكي